مرحبا بكم مجددا. يواجه اليوتيوبر صاحب فيديو مقلب الخليجي الذي أثار جدلا واسعا في وسائل التواصل الاجتماعي عقوبة حبسية قد تصل إلى 3 سنوات سجنا، فحسب ما أفاد بها المحامي بهيئة تطوان والقاضي السابق محمد الهيني، يعاقب الفصل 447(1) من قانون المسطرة الجنائية بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 2000 درهم إلى 20,000 درهم كل من قام عمدا وبأية وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري دون موافقة أصحابها. وأضاف المتحدث نفسه في تصريح له أنه يعاقب بنفس العقوبة من قام عمدا وبأية وسيلة بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص دون موافقته. وأوضح الهيني أن الفصل 447(2) ينص على أن يعاقب بالحبس من 1 سنة إلى 3 سنوات وغرامة من 2000 إلى 20,000 درهم كل من قام بأية وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة بقصد المس بالحياة للأشخاص أو التشهير بهم. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائماً.